طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 18/6 المحاضرة الأخيرة، رقم 24 للعيد السنة إن شاء الله، وهو آخر تدي نيميرو 5. كمان مثل العادي عم نحل سيت اكزرسيس مثل ما بعثت لكم اياهم على الجروب قبل. حبلش بدياجرام ديتا ترانزيسيون. ديسيني ان دياجرام ديتا ترانزيسيون دون ديتا دون كالكولاتريس سامبل. L'interface de calculatrice est composée de 10 boutons avec chiffres et 4 boutons. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire le calcul. Je vais vous montrer les chiffres. Calculatrice simple, je vais vous montrer les scientifiques. Il y a bouton on, off, ou c, le temps de clear. Il y a 4 opérations, les divisions, multiplications et etc. Il y a le bouton net, la 10, ou l'égal. هلا الحقيقه قايلين الايجار انه هي بتعمل افيش للريزلتا، السي بتعمل رياناليز للايكرون، بتصفرها للايكرون يعني، والديفيزيون والسوستراكسيون بتعرفون شو بيعملوا، وانتو الاون اوف كمان بنعرف شو بيعملوا. هيك السؤال جاي، هو جاي مره بالكومبوزيشن اوفيسيال يعني هيك جاي. هلا بننتقل لدياجرام داكتيفيتي، كثير سهل. هذا دياجرام دوكا، دياجرام داكتيفيتي. ديجرام داكتيفيتي عم نحكي هون على جيستيون دو رونكونتر، يعني الانترفيوات. رونكونتر هون بمعنى انترفيو او مقابلات يعني. كمان حبلش جيستيون دو بروسيسيس بور رونكونتري ان نوفو كليون. بتعرفوا بالماركتينج بيعملوا انترفيو مع الزبون وبيقعدوا بيحكوا له نحن بضاعتنا منيحه، نحن اذا بتتعامل معنا نحن جماعه منيحه، من هالكذب كله يعني. بس هذا هو الماركتينج. بنعمل مقابلات. هلا un vendeur appelle le client بيعيط له للكليون et met en place un rendez-vous. يعني الحقيقه عندي اثنين بتبلش القصه بيابل للكليون و met en place un rendez-vous. فيني اعملهم وحده وفيني اعملهم اثنين، فيني اعمل ابل بس بالمبدا هني وحده ابل بور ان rendez-vous. اوكي؟ طيب سي لو rendez-vous est sur place، يعني rendez-vous هي نوعين، يا بتصير عندنا بالمكتب اوكي او بقاعة المحاضرات يعني، او بتصير برا بنروح لعنده نحن. اذا كانت سير بلاس دون لو بيرو دو لونتربريز حطينا لو تكنيسيان دو لونتربريز بريبار لا سال، يعني اذا كانت هيك لحظه بما انه سي معناتها صار عندي ديسيزيون، التكنيسيان بريبار لا سال دو كونفرنس، بجهزوا قاعة المحاضرات، يعني معناتها هون عندي حلين، اذا كانت اون سيت او هور سيت. اذا كانت اون سيت اكيد هور سيت بنشيلها، لا لانه اكيد عكس اون سيت هور سيت، ما في داعي تحطها هنا، واذا تركتها ما مشكله. Préparer sa de conférence. طيب هلا سي رونديفو ا هور سيت، رجعنا للحل الثاني. ان كونسلتون بريبار ا بريزونطاسيون، يعني نعمل بريبار لا سال او نعمل بريباري عفوا لك يعني فيها مشكله اوكي ما بعرف ليش ما مشكله، يعني شو بنعمل؟ بنعمل بريبار من شوي كنا حاطين هون هور سيت، يعني اذا كانت هور سيت بريباري ا بريزونطاسيون. Le consulté et le vendeur se rencontrent avec le client alors à l'accord sur lieu et l'heure. On est bijou mawat el eltiqa. Haya ken djoua wala ken barra badan eltaqa. Michel hek, عندي rencontre. Ken من هون أو ken من هون. على طول عندي rencontre. اللي هي المقابلة. Le vendeur fait le suivi par une lettre. يعني الفندور البائع كل ما يعمل مقابلة بيعمل رابور. يقول انا قابلت فلان، بيعمل ريبورتنج يعني قابلته كان اللقاء منيح واتفقت معه على كذا 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 او رفض كذا كذا والى اخره. مشان هيك بعد الرونكونتر في عندي فير ليتر دو سويفي. طيب سي لا ريونيون ابوتير ان ديكلاراسيون دو بما انه سي معناتها عندي ديسيزيون دو بروبليم لو كونسيتي كريا ان بروبوزيسيون الو، يعني عبول اذا طلع في عندي مشكله إذا عمول إذا لو كونسلتون كريي اون بروبوزيسيون إلو فوا أو كليون، يعني معناتها هلا عندي سي إذا كان ديكلاراسيون دو بروبليم كريي بروبوزيسيون وهيك أويل وأنفوي للبروبوزيسيون وفان. طيب إذا هون ما قال لي شو بيصير، يعني قال لي إذا كان ديكلاراسيون للبروبليم تعمل كريي بروبوزيسيون بعدين أنفوا، حرجع فرجيكم الدومين شي ما تقولوا أنا عم زعبر. Si la réunion a abouti à une déclaration de problème, si il est ici, le consultant crée une proposition et l'envoie. Alors, sans parler de même, il suffit qu'on t'amène le voir des autres. Qu'on crée ou envoie. C'est dans la même chose. Crée ou envoie. On a fini. Bien, maintenant, on a dit, si il n'y a pas de... Je n'ai pas fini de faire ça. Il faut dire, chers amis.
قلنا بما انه ما ذكرها خلص اخذها على الفان دغري، يعني اذا كانت ما في ديكلاراسيون للبروبليم انتهى السيناريو. هو الحقيقه هذا سيناريو نومينال وهذا سيناريو الترناتيف، انا هيك رايي يعني. وهكذا بنكون خلصنا دياجرام داتيفتي، كثير بسيط دياجرام داتيفتي، بس بدك تعرف تقراه لاين باي لاين وجمله باي جمله. اوكي؟ في بس بدي زيد على دياجرام داتيفتي انه بس يمرق معي كلمه سي بنعمل هيدي، اكيد عندي دي بي بفعل على طول، بس يمرق معي سي بدي اعمل ديسيزيون وبمشي بالترتيب. واذا عندي اثنين مساج اثنين اكتيفيتي بيشتغلوا اون باراليل او بده ينطروا بعض بدي ارجع لل شو بسموها هيدي للسينكرونيزاسيون، وبده يفهم شو يعني سينكرونيزاسيون ويرجع للتي دي بعتقد دول حتى للسينكرونيزاسيون او بالكور يعني. حدا عنده سؤال؟ اوكي.